محل الجامعة والقطاع الداخلي بفاس مدرس إلى غاية يوم الاثنين 11 نوفمبر 2013، الوارد على الشكل التالي: المداخل من بلغ الإجمالي 35,920.40 درهم، 400 درهم، الباقي 5,837.34 درهم. أخوانا، أولا أعتذر ولا أعتذر لأنه كون المستر المالي كان قبل أنه هذه المسؤوليات ديالنا أنه أي ريال غيتصرف كيتوضح في التقرير المالي، وإذا كان شي استفسارات قبل ما نصدقوا على التقرير المالي مرحبا بنا. صوت على التقرير المالي، الموافقون على التقرير المالي، المعارضون للتقرير المالي، الممتنعون بإجماع، تمت المصادقة على التقرير المالي بإجماع الثلاثة. السلام على النبي الكريم. أولا، السياق فالجهد جمعان لتنعتبره اجتماع تواصل مع القاعدة، وكذا على إثره يتم إطلاع كافة الموظفات والموظفين عن النضالات أو الأساليب النضالية التي نهجها المكتب وما زال سينهجها مستقبلا. احنا طيلة هذه الفترة الماضية كنا نعمد إلى التفريق بين الصيغتين، بين الشجاعة وبين التهور. أننا لو أننا بغينا نكون متهورين كنا ربما نتخذ قرارات اللي من الأول كنا نهدموا بها العملية، وربما أننا تدخل ديالنا في إطار صحيح مسار الجمعية كان بشكل مقنع، بحيث تنعيطوا المفوض القضائي، تنعلموا الإخوة الموظفات والموظفين. أصلاً نحن كنا نريد صحيح الهياكل القانوني، مع عمر ما كان عندنا شي صراع مع شي اخ في الجمعيه. بالنسبه للاخوان في الجمعيه هما اصدقاء ديالنا واخوان ديالنا، الحاجه اللي تنطلبوا منهم هو الحرص على تطبيق القانون. هذا مساله ما كنختلفوش معاهم فيها، وطبعا خاص يكون واحد النوع من التماسك بيناتنا، واحد التنسيق، بمعنى اننا نضربوا على النقيض اللي بغي توصل له الأجهزة الإدارية. كفاية ما يقول أن عدم تعاطي المسؤولين مع التوجهات الملكية، لأن الملك جلالة الملك محمد السادس في 2008 تسرب أنه ستكون إصلاحات دستورية سنة 2011، وفعلا هو ما تم في 2011، ولكن إلى حد الآن أن الإدارة الترابية ما زالت لم تنسجم مع الخطاب الممارس، بمعنى أننا سنقضي فترة حكومية فقط في تكييف الدستور مع المفاهيم ديال المسؤولين، ماشي مع القاعدة القانونية، وبعد تيفهموا المسؤول عاد غادي نكيفوه مع القاعدة القانونية. إذا هذا شيء ملموس، والناس كانت كتعتقد أن النقابة غتكون فقط هيكل سيناقش لي زورديناتور اللي غادي يصبحوا هما رؤساء الجهه، وكانهم هما تيوجدوا لهم دوك لي كونترانت الحواجز، ونساو بان النقابه راه باش غتبدا بهادو هما الاولى، عاد غندوزو للفريق نشوفوا واش غادي يوقع. المساله الثانيه اللي خصنا نعرف بالنسبه للوالي او الكاتب العام او غيره، احنا ما عندناش معهم الصراع كأشخاص، ولكن هذا الصراع معنوي من أجل إبراز من هو الأقوى ثقافيا وفكريا، ومن هو المؤازر لكل التطورات التي تنسجم مع التوجهات الدستورية وكذا الدلالات القانونية التي يجب أن تبلور الواقع المعاش، لا في إطار العلاقات الإدارة مع الموظف وكذا الإدارة مع المواطن. من الصعب
إذا لم تستطع الإدارة تكيف مع حاجيات الموظف فإنه يتعذر عليها تماما أن تتكيف مع حاجيات المواطن. المسألة الثانية، التعاطي ديالنا احنا كم كتبنا قاضي الحمد لله أن صراحة ماشي لأنه معنا السيد الكاتب العام، أنا تنشوف أنه إنسان متبصر صراحة في بعض القرارات هو تيمشي للأليانون وتنبقى وحنا معاه تنبقى تيقول لك لا حنا الطريوت وكذا وهذه وماشي نديرو وماشي نديرو وماشي، وحنا كنبقاو تنظرو 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 حتى تنلقاو أنه عنده الحق تنمشيو معاه. ولكن صراحة متتبع صراحة بكل جدارة وتقدير واحترام، ماشي لأنه صديقنا ولأنه معنا ولأنه، ولكن تبقى تتميز علينا في بعض الأمور. هذا اعتراف، اعتراف الحمد لله ماشي هذه القول ولا تزكوا أنفسكم، ولكن اللي حصل بين هذا الأعضاء هو كاين واحد نوع من التكامل ما بيننا. حنا تيوقعوا بيناتنا خلافات باش ماشي نبقاو نقولوا لكم لا راه حنا ديما سمع على عسل، لا راه تنختلفوا وتيمكن نجتمعوا وما تنوصلوش الحل وتنعاودوا نديروا الاجتماع عاد بحيث المحضر ما تنصادقوا عليه راه حتى ما عطاش ممكن ندوزوا فيه. كيجي واحد تقول لك سيدي لا انا بالنسبه هاشو هاشو وتتلقى عنده الحق. إذا أنت خصك تمشي، الديمقراطية هي هذه، إذا جاك شي الأمور اللي هي منطقية خصك تقبلها، يمكن تمشي تقول لا. بالنسبة للقاعدة، حنا غنمشيو، إذا كان أنا إذا كانوا معايا غير 50 أو 60 مزيانين، وتنعرفهم غيمشيو، في التكيف مع نوعية القرار الذي سيؤخذ على مستوى المكتب، حسنا ما تكون عندي 300. فهمنا انا كنت نير الا كانت لي غادي دير لي واحد الضجيج، لان طبيعه التكوين الاداري هنا فاس وللاسف صراحه في اطار العلاقات مع رؤساء الاقسام على الخصوص فيما يتعلق امتحانات الكفاءه المهنيه، صراحه راه داك الشيء اللي كيدار راه ينداله جبين، بحيث الموظف تيدخل يدوز الشفاوي تيعرف راسو سقط ولا نجح وما كيسولوش. انت عقول الموظفين ما تيسولهمش ومن تيخرج في الدرس وصافي اي معيار على هذا الاساس تدخل المكتب وطلب تحديد جهات مختصه يوكل اليها طرح الاسئله وكذا تصحيح امتحانات الكفاءه المهنيه باش الاداره تبقى كجهاز مستقل، بحيث ان منين تيجي عندي واحد الموظف اللي هو نجح في الكتاب شنو هو الاساليب اللي تنعتمدها في الاقصاء الشفوي؟ واش الهندا؟ هذه مساله الحكومه خاصها تزيد في الصالير باش يلبس مزيان. فهمنا؟ واش المستوى الفطري؟ انت ما ناقشتيش، يلا عمرتي له سميتو الماتريكيلاسيون ديال الديان ديالو وسميتو او فين خدام صافي صافي سير بحالك. راه داك الشيء اللي تيحكيو الاخوان راه صراحه يندى له الجبين ويتناقض تماما مع التوجه المؤسساتي ديال الدولة، بمعنى أصبحنا في تناقضين، الإرادة الملكية شيء والخطاب الممارس شيء آخر، إذا خاص حل التناقض حاصل بينهم، بين سلطة القرار اللي هما الإدارة والي وكاتب العام والربعة ديالهم، وفلسفة القانون. إذا احنا الآن يجب أن تتضافر جهودنا جميعا من أجل الحفاظ على تطبيق القانون بكافة مقتضياته، ولو اقتضينا أن يكون هذا الأمر القانون ضدنا في بعض الأحيان. هناك الاجتهاد القانوني طبعا نسجله ونراسل الجهات المختصة من أجل حل هذا الاجتهاد وتكيفه مع الواقع المعاش. والسلام عليكم.